جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما أراد الإنسان أن يتزوج بزوجة ثانية، فهل يجب للزوجة الأولى أن يحضر لها مثل ما أحضر للعروس الجديدة، أم بماذا توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. هذه أمور يرجع فيها إلى العرف والعادات الجارية في البلد، لأنه لو خالف العرف والعادة الجارية في البلد لحصل من جراء ذلك شر بينه وبين زوجته، فيرجع في هذا إلى العرف، ما لم يكن هذا العرف محرما، ما دام أنه عرف لا يتنافى مع المشروع فإنه يتمشى عليه حسب استطاعته.